night. من اللاتينا انشطار لكن ايش من فيدا انشطار ديسا مارينا مان هو دي عينس في مان مرة نوست ان فايس مان مان بتاكي من الرينبو يا يا جيت تكن دي او جيت من الرينش رو يا 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 بتاكي من الرينبو تكن دي او جيت يو Yeah, we taking me the rainbow, taking me the rainbow. Yeah, we taking me the rolling. Yeah, yeah, loving to do she love me. أصدقائي مرحبا، كيفكم؟ سلام، إن شاء الله تكونوا بالصحة والخير والعافية. معكم سماس سرقيني من قناة لوز كيدز. بهذا الفيديو راح نحكي كمان، أنا بالفيديو اللي قبله حكيت عن السيارة وشرحت عنها، ولكن هذا الفيديو مخصص عن جد للناس اللي حابين يشتروا أو حابين ياخذوا سيارة مثله، وبنفس الوقت الناس اللي عم بفكر موضوع الشغل بالأمازون أو اللي حابين ياخذوا سيارة كبيرة. هاي لعدة أسباب راح أعطيك أنا أقول لك بهالفيديو هذا إنه شو هن الأسباب اللي خلتني اشتري هالسيارة هاي، أو أنت ليش ممكن تشتري سيارة ترانسبورتها، شو ممكن تفيدك. أول شيء لنحكي بالفايت سايت، بالوقت الفراغ. هاي السيارة إنك تعملها وتخيم فيها وتنام فيها بالصيف. في حال بالصيف إجيت وحبيت تطلع على شيء بحيرة أو على شيء شط أو على شيء أي مكان، فما بدك تصرف كتير، بتاخذ هالسيارة معك وتحط هالفرشي والمخدة جوا، وبتاخذ أكلاتك وشرباتك وبتقضي لك يومين فيها حلوات. هاي الشغلة الكويسة فيها رقم واحد. الشغلة رقم اثنين السريعات، يعني بنحكي للشغل السريعات، بعدين نجي للنقطة الأساسية إنك أنت فينك تحمل فيها. اشتريت صوفايات، اشتريت لحدا شيء بدك تشيله بدك توصله، اشتريت سداجات أي شيء بتحطه معك ببساطة بهالسيارة هاي وبتحملها. فينك تشتغل كمان أنت عليها بنقل البضائع إذا بدك أو حابب الفكرة. النقطة اللي بدي أحكي فيها أنا صلب الموضوع فيها هاي، وهي لحظة أما بلش بالموضوع، هي كمان سيارة الأربع دواليب، يعني راح تمشي. أنت اشتريت بي إم في ولا مرسيدس ولا اشتريت ترانسبورتر كبيرة مثل هاي، راح تمشي معك توصلك على المكان اللي بدك إياه. فالناس اللي عم تفكر خلاصة الحديث هذا مشان نطلع على صلب الحديث، الناس اللي عم تفكر تشتغل بشكل عام مع الأمازون بتوصيل الطلبات، لأنه حكيت كذا فيديو عن هالموضوع هذا، فإجاني كذا سؤال إنه أنا بدي أشتري باص أو أشتري 10 باصات أو أشتري 5 باصات وأعمل مثل زوب أنترنيمة بقلب الأمازون. زوب أنترنيمة مثل إنك أنت تفتح شركة بقلب شركة، عرفت كيف؟ يعني أنت تفتح شركة صغيرة إلك خاصة فيك داخل شركة كبيرة مثل أمازون. هذا هو الزوب أنترنيمة مثل ما بقوله، وبتشتغل أنت لمين؟ لصالح الأمازون، وهني بيعطوك شو اسمه. أنا هالموضوع عمالي لسه أبحث عنه، لأنه إنك أنت تفوت بدك، أنت أعتقد الموضوع مولو بهالبساطة مثل لما بتعمل مثل لما بتروح تشتغل بالأمازون فليكس وتوصل الطلبيات لشخص واحد يعني بسيارة واحدة. الموضوع مختلف لأنك أنت بتعمل شركة، فأعتقد لازم تروح لعندهم تأخذ ترمين بالأمازون أو تبعت لهم إيميل، تحاول تجيب الإيميل من الإنترنت وتبعت لهم وتحكي لهم إنه أنت باللغة الألمانية طبعاً، وتقول لهم إنك أنت عم تفكر وجاهز بدك عندك 10 سيارات على سبيل المثال، لأنه كذا تعليق إجوني إنه عن جد عندهم 5 أو 10 سيارات وبدهم يشغلوهم كلهم على الأمازون. لذلك مثل ما قلت لك بتاخذ الموعد او بتكتب لهم بالايميل وبتعطيه المعلومات هي، وبتخبره انت شو عم تفكر وشو عندك سيارات وعندك العمال وانت جاهز وكيف بدك تبلش. لذلك هن رح يعطوك المعلومات الدقيقه 100%. انا ما بدي هلا اعطيك معلومات لان ما بعرف فيها، لانه عن جد الموضوع غامض شوي، لانك انت بتاخذ زوب انترنيمه بقلب شركه كبيره. حلو، هلا نرجع لموضوع الباصات. ما بدنا شرحنا مشان موضوع الامازون شو تعمل لو انت عم تفكر بهالموضوع. والشغلة هلأ بدك تطلع فيها إنه هاي الباصات ليش كويسة بالنسبة إلك، أو ليش إذا عم تفكر أنت تعمل هذا الشركة يعني تعمل هالمشروع هذا أو تجيب سيارات أو تستأجر سيارات، ما بعرف أنت شو فكرتك، ما تأخذ سيارات صغيرة من هاي من إلى كاستن هاي الصغيرة اللي شو اسمه، ولكن حاول بما أنك عم تدفع مصاري فأخذ سيارة كبيرة. ليش؟ لأنك هاي بتساع معك، يعني بتساع معك كميات كبيرة. طبعا بتختلف، يمكن يكون في شروط كتير بتختلف على امازون. لما بكون مع سياره صغيره بتساع لها كم كرتوني، وكل ما كبرت اكثر السياره ساعد كراتين اكثر كمان لسه، يعني اعتقد كله صالحك الشيء هذا. فلسه ما عاد فينك تطلع، لحظه اورجيكم، ما عاد فينك تكبر انت اكثر من هيك سياره، انك اذا كبرت انت لسه اكثر من هيك فصرت انت بالكافي. ممكن تلاقي يعني قطع لسه سياره اكبر من هاي بشوي، ولكن انت صرت حدود الكافي. فهي هي السياره المناسبه لشغلك او مناسبه لك انك انت ممكن تستفيد منها. طيب هذا بلشنا من القسم النظري، خلينا نطلع على العملي وتشوف شو الفرق بين السيارة الترانسبورتر، شو الفرق بين السيارة المولتيفين اللي هي السيارة فيها الكراسي، وشو اللي ممكن يفيدك. هاي الترانسبورتر أولى برجيك طلعوا لها لكم شلون إذا عدنا فيها. هاي مثل ما هك شايف، عارف إذا مبين عليك معتم شوي، ولكن هاي السيارة مثل ما هك شايف كبيرة، شايفين شايف قديش كبرى. هاي بتساع معك بتعبيها كلها،
الفاضي كلياتها ما فيها كراسي هون تضايقك او اماكن او شيء ضايقك فيه، لا كلياتها فاضي وبتسامع كمية كبيرة من الطلبات واي شيء بدك اياه. لذلك يا المحا دير بالك تاخذ ملتي، فينك تاخذ ملتي الملتي فان كمان، ولكن هداك فيه كراسي وهالكراسي هي راح تاخذ مكان يعني من المساحه هي اللي انت فيها. لذلك انصحك تاخذ سياره ترانسبورت تكون كومبليت فاضي. بدك تاخذ سياره جديده، بدك تاخذها قديمه، بدك تاخذها شو اسمه انت حسب مصرياتك وحسب الشيء اللي بيعود لك. برجع بقول لك انا هاي السياره كلفتني حوالي 5000 يورو، يعني 5000 يورو اخذت السياره هي نظيفه وحلوه كثير. بالفيديو اللي قبله حكيت عنها وشرحت عنها اكثر، وعن الموتور عن المحرك عن الامور كلياتها. وبهذا الفيديو مثل ما قلت لك هلا هذا مثل ما انك شايفه. طبعا ما في داعي انت للشغلات هاي اللي عملتها، انا كنت حاطط هون سماعات وواصل تبعت مشان الكهرباء وشحن التليفون، ما في داعي انت تعملهم بالمره. لازم اللي بدكم اياها شايف شلون هاي فيها باب خلفي كبير مثل ما انك شايفه بتفتحه لفوق، وفي عندك هذا الباب الجانبي اللي هون هذا الباب الخلفي. شايف فزاته هاي الشغلة الكويسة فيها. فلو حابب انت تبلش بمشروع الامازون وحابب تعمل الصفقات هاي وتجيب هالسيارات هاي، خود سيارات مثل هالسيارات الفوكس فاجن، سيارة حلوة عن جد ونظيفة وعملية وتمشي كتير، يعني معك تمشي معك ارقام كبيرة، مو مثل سيارات صغيرة بتلاقي محركاتها او المحرك تبعها صغير وتعبان. هاي محركها قوي والدفع فيها قوي، عرفت كيف؟ شو بدنا نحكي كمان؟ وهاي هي يعني اكثر من هيك ما عندك شيء. فحكينا بشكل سريع مختصر عن السيارات او عن السياره هي اللي ممكن تاخذها انت. راح اورجيك من قدام شوي بما انه هذا الفيديو غير هذاك الثاني. شو بتكون شكلها من قدام؟ هاي بتكون هيك مثل ما شايفها من قدام مبين عليك، بتقعد بتساعد فيها 3 اشخاص، هاي السواق هون وشخصين جنبه، و هاي خفيفه ونظيفه وما فيها ما انا معقده كثير، حلوة عن جد مفيدة. يعني إذا أنت عم تفكر بموضوع إنك تشتغل بالأمازون، هاي المحرك هاك شايفه كمان محرك صغير وما بتصرف كتير بنزين. يعني هاي الشغلة المنيحة فيها إنه ما أنا بلوعة بنزين، لأن هاي ديزل والديزل ما بتصرف كتير، بتصرف شيء بسيط يعني أقل من السيارات اللي شو اسمه. فيها 88 حصان وهاي موديل 2003 أربع سلندر. وهاي مثل ما أنا شايفها محرك نظيف، فأهم شيء أهم نقطة إنك أنت تكون لحظة مشان الإضاءة، أهم نقطة أنت لازم تخليها ببالك إنه أنا عن جد أنت معك مصاري أمورك تمام جاهز إنك تشتغل الشغلة هي. فكر الموضوع مو غلط، ولكن بما إنه جتني أسئلة كتير عن إنه كيف أنا بدي أفتح الشركة الصغيرة هي قبل أمازون مشان أوصل وأعمل الموضوع. مثل ما قلت لك ما في معلومات يعني كتير قريت على الإنترنت، ما في معلومات دقيقة لأعطيك إياها، ولكن فينك تعمله إنك أنت تبعت له للأمازون رسالة عن طريق الايميل وتحكي له انك انه هيك هيك، واعتقد انه هني يتابعوا معك الموضوع او يعطوك مثلا موعد مشان تجي مشان تتابع هالامور هاي. ولكن الموضوع بصير يعني 100%. طبعا هي كثير ناس تعمل، انا بعرف سمعان ما بعرفهم بالذات، ولكن سمعان كذا شخص عملها ببرلين اشترى له 4-5 سيارات وجاب له 4-5 موظفين وصاروا يشتغلوا كلياتهم مع بعضهم ويطلعوا بالسيارات ويوزعوا ويعملوا. يعني الشغله ممكن تصير معنا. فأنا بتمنى لكم أصدقائي التوفيق، وإن شاء الله يكون قدمت لكم معلومة كويسة. لحظة هيك خلينا ناخذ لقطة هيك. لو استفدت من الفيديو وعجبك إن شاء الله بالفيديو وعجبك، لا تنسى تعطينا لايك وتعليق إذا عندك أي سؤال أو عندك أي شيء. ولو أنت مشترك بالقناة أهلا وسهلا فيك، لو ما أنك مشترك لا تنسى تشترك عشان تجيك الفيديوهات الجديدة وتوصلك كمان القديمة. بتمنى لكم التوفيق، سلام.